سبورت من القنوات اللي معانا في اخر ايفنتات دوليه معانا في كاس العالم، ومعانا في بطوله الفراعنه الدوليه للجمباز الايقاعي في مصر. دي اول بطوله دوليه، بطوله الفراعنه، احدى مجموعه بطولات بيعملها الاتحاد المصري للجمباز. بنعمل بطوله فراعنه الدوليه للجمباز الايروبيك، وبنعمل بطوله الفراعنه الدوليه للجمباز الايقاعي. ان شاء الله على شهر 12 القادم هنعمل بطوله الفراعنه الدوليه للجمباز الفني بنين وبنات. الحمد لله النهارده اول بطوله لكاس الفراعنه للجمباز الايقاعي، ويمكن دي موجوده على اجنده الاتحاد للنشاط الدولي، والحمد لله قدرنا نقوم بيها بشكل مشرف لينا ولبلدنا امام المجتمع الدولي والمجتمع الرياضي الدولي. طبعا احنا في وسط تحديات كبيره قوي، انما الحقيقه الدوله المصريه موفره امكانيات كبيره قوي لدعم الرياضه بتوجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنفيذ من وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه. والحقيقه احنا واخدين دعم كبير جدا، عاملين اجنده واضحه، خطه واضحه لاستضافه بطولات دوليه ومحليه، والحقيقه الدوله مش منخره عننا في اي حاجه، واحنا بنجتهد اجتهاد كبير جدا لانجاح هذه الايفنتات، لان الايفنت ده ده رساله للعالم عن شكل الدوله مش عن شكل الاتحاد، وده اللي احنا بندور عليه. انا فرحان وفخور ان انا مصري باللي بيتعمل، ان الموضوع ملوش علاقه ان انا رئيس اتحاد، ده دورنا احنا كجيل وسط او جيل شباب، جيل وسط بالاستعانه بالشباب اللي موجودين وتوفير فرص للعمل. الناس عندها دافع كبير جدا، النجاح بيولد طاقه ايجابيه. انا عملت الحمد لله كويس قوي في التوق، والكلوبز عملت كمان كويس، وجبت 3 ميداليات ذهبي وميداليه سيلفر. بس عايز اني اتمرن كويس جدا، اتمرن 3 ساعات في اليوم او 4 كمان، وبحاول اني اعرف امسك كل حاجه في الجمله بتاعتي عشان اعرف اعمل كويس في البطوله دي. مش اول حاجه الحقيقه بطولة دولية في مصر، كان عندنا كاس عالم لسه من حوالي أسبوعين، وقبلها البطولة الأفريقية، وكان في بطولة الفراعنة للأيروبيك بطولة دولية، ودي رابع بطولة دولية مصر تستضيفها. والحقيقة جاي من دول كتير جدا، وعندنا حوالي كان 410 لاعب ولاعبة الحقيقة التنظيم فيه مجهود كبير جدا اتعمل للتنظيم. البطولة شكلها مشرف جدا، التنظيم كله معمول بكل ستاندردز ومقاييس الدولية، ده بشهادة كل المشاركين اللي موجودين من الدول اللي شاركت معانا. مش بكلم على التنظيم من او الفيدباك اللي جالنا من الدول المشاركة معانا. كان في انبهار بشكل الملعب، التنظيم الفني للسكورينج سيستم وللتحكيم كله معمول بأعلى مستويات لكل البطولات الدولية، وده برضو بشهادة المحكمين والدلجت اللي موجودة من الاتحاد الدولي. الحمد لله دايما في أي إيفنت دولي بنبدأ من بدري شوية، إن لازم يكون في موافقة من الاتحاد الدولي لأي إيفنت دولي بتعمل في أي بلد، فإحنا الحمد لله مقدمين الملف من بدري، بقالنا أولموست 4 شهور على الموافقات، وكان في مخاطبات مع الاتحاد الدولي على البطولة والترتيبات والتجهيزات اللي إحنا المفروض نعملها وتنظيم الملعب، والحمد لله واخدين الموافقه من بدري. والفتره اللي فاتت الحمد لله قدم كذا بلد في البطوله دي، وزي ما انتم شايفين الحمد لله الايفنت المره دي الاعداد والبلاد، حتى في الجمباز الايقاعي في بلاد كويسه جدا جدا ليها رانك، حتى وفي لاعبات من الاولمبيكس بتشارك في البطوله هنا، فالحمد لله الناس شفنا قبول كويس جدا من البلاد المشاركه، والحمد لله في الترتيبات احنا الحمد لله برضو كان عندنا كذا ايفنت قبليه، بس الحمد لله لحقنا الفتره الاخيره اللي فاتت دي ان احنا نجمع الامور بشكل لطيف، وكل الملفات الطبيه الحمد لله كنا محضرينها من بدري، الملفات اللوجيستكس للبعثات اللي جايه من بره الحمد لله برضو كنا مخلصينها من بدري.